زينب، كما هو متعارف عليه تتوارد المعايدات من كل حد وصوب ساعة إعلان آخر يوم صوم من الشهر الفضيل، وتستمر المعايدات طيلة أيام الشهر الفضيل، لكن للمعايدات أصول أيضا، وأهمها أن الصغير يعيد الكبير. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع وأصول وطرق تقديم التهاني في العيد. بيسعدنا نرحب بالأستاذ فراس رمو، خبير ومحاضر في الأتيكيت والبروتوكول وماجستير بحثي في إدارة التسويق. فطر سعيد ويسعد صباحك. صباحكم خير يا هلا. كل عام وانت بخير استاذه فراس. يعني عم نحكي عن موضوع كثير شائع هلا، خاصه مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي ومثل ما بسموها المونه، حتى لو كان في علاقه يعني وهميه على مواقع التواصل. لكن كيف تختلف درجات الصداقه والقرب عند الناس؟ كيف لازم تكون التهنئه خاصه بالمناسبات مثل عيد الفطر؟ خلينا نقسم المعايدات لثلاث اقسام، خلينا ناخذها عائلي اجتماعي ومهني، هيك بنرتاح اكثر بتفصيل هي القواعد وبنعرف كيف نتصرف فيها اكثر. تمام. العائلي هن اكثر الاشخاص مقربين لنا، الاهل، الاخوات، اللي جدا حلقه قريبه لنا، فهدول ما في اي قاعده اكيد لحتى نتواصل معهم او نعايدهم، فينا باي طريقه مريحه نعايدهم وباي وقت طبعا، وبالشيء اللي متعودين عليه. متعودين على المسجات، متعودين على الاتصال الهاتفي، بالشيء اللي بيريحنا. فالعائله شيء جدا مريح. كاجتماعي هون طلعنا شوي للحلقه الاوسع، يعني هن الاقارب، الاصدقاء يلي شوي ابعد، هون بدنا شوي نبلش نراعي بعض النقاط، مثلا الوقت، مو باي وقت نبعث. بدنا ننتبه مثلا فتره اللي كثير فتره متاخره، فتره كثير صباحيه. بدنا ننتبه شوي لموضوع الوقت وموضوع الاداه اللي عم نستعملها بالمعايدة. بس فتنا على الجانب الرسمي، هون كل القواعد بقى. بدنا ننتبه مين الشخص يلي عم نعايده لنعرف شو الطريقة اللي نعايده فيها. أكيد فينا نبعث مسج أو فينا نتصل، ما في أي مشكلة، بس كتير بدنا ننتبه للوقت، بالذات لما يكون اتصال هاتفي. لما تكون مسج فهي المسج انبعتت وما في أي مشكلة، ما في إزعاج فيها، يعني بيقراها بأي وقت. بينما كاتصال لا، ننتبه إمتى عم نتصل، ما يكون وقت غدا، وقت عشاء، ما يكون وقت متأخر أو وقت كتير بكير. ومن ننتبه كمان الشخص اللي عم نعايده، بحق لي أنا بأي وقت عايده، بحق لي أني أنا أساساً عايده أو لا. بعض العلاقات البزنس أو العلاقات الرسمية ما بتسمح لتواصل مع هذا الشخص، مثلاً بجوز يكون مديري، بجوز يكون مدير الشركة، فهذا أنا صعب أني أتواصل معه بشكل كتير مريح. أكيد. وأهمية مثلا الواحد مثلا بده يعايد أو يرسل الرسائل، أنه أغلب العالم مثلا نسخ لصق لكل العالم اللي عندهم لازم يبعثوها، يعني هي نفسها. لازم أنه نحذر من هاي القصة، أنه قديه حلوة التهنئة أنه الواحد من قلبه لتصل لقلب المتلقي. أكيد يعني هذا مو واجب علينا، هاي مناسبة يعني حلو الواحد يحتفل فيها وتصل بالطريقة الصح. خلينا نحكي على هذا الجانب. طبعا أكيد. هلأ هي مو نسخ لصق أكيد، بالذات كمان عم يجينا بعض المسجات فيها عبارات مثلا مبينه انه مو هو اللي كاتبها، او بصيغه انثى وانا شاب، او العكس. فهي كثير لازم ننتبه لها كمان، ما تكون بينسخوا الاسم كمان، احيانا ما بينسوا يمسحوا الاسم اللي باعتها من قبل طبعا. فننتبه اكيد من موضوع النسخ لصق، ننتبه من موضوع اللي مسك صوره وبعتها للكل، فهذا مبين انه هو رفع عتب او عم يبعتها لمجرد انه خلص يلا عايدت ومشي الحال. ولكن مو بالضرورة أو لا يعني هذا الشيء إنه نحن ما تكون رسالتنا موحدة، بالعكس. تمام. إذا بنروح شوي كجانب تسويقي لإلنا، إذا بدنا نسوق لحالنا صح، لا تكون مسج موحدة للكل ولكن طالعة مننا، يعني تمام. لما تكون بصياغتنا، بكلماتنا، بمفرداتنا، عليها اسمنا اللي هو بنعتبره مثل توقيع تحت، هذا لا حلو إنها تكون موحدة للكل، موحدة حتى لأنه اليوم بدنا ننتبه إنه نحن عم نستعمل أكثر من وسيلة. يعني اليوم انا بعايد مثلا على الواتساب، على الفيسبوك، على الماسنجر، على عده قنوات، لنفس ممكن لنفس الاشخاص، ممكن لاشخاص مختلفين. فلما تكون رساله موحده للكل حتكون احلى والطف، ولكن بشرط موحده لانه طالعه مني بشكل شخصي. نعم. طيب كمان اليوم بدنا نحكي عن الزيارات المعترف عليها بالاعياد والمناسبات. اليوم بسبب جائحه كورونا صار في قيود شوي على الزيارات. خلينا نحكي من حيث الاتيكيت، كيف لازم تكون الزيارات، باي توقيت، عدد الافراد، خاصه هلا لانه العجقه ما كثير محبذه، وخاصه عند الاسر اللي عندها مثلا حدا كبير بالسن او اللي عندها مثلا اطفال صغار. خبرنا كمان على التوقيت. بالنسبه للزيارات حتى لو من دون موضوع الكورونا او بوجود الكورونا، في عندنا كثير عادات
يفضل انه نحاول لا نتعود عليه لانه كمجتمع سوري نحن ما عندنا وقت بالزيارات. تمام، نفضل انه يعني نتجنب هي العادات اللي هي اكثر عاده شائعه تبع تكوني قاعده بتلاقي حدا دق الباب وفاطب. لا، يفضل لو كانت هي فتره عيد، لو كان الكل جاهز انه هو يستقبل الضيوف باي وقت، بس في اوقات الواحد بده شويه خصوصيه، وقت غدا، وقت صباح كثير باكر، في اشخاص بدك انا بحب عايد الصبح، طب اذا انت بتحب تعايد الصبح في اشخاص مو جاهزه تستقبل الصبح او متاخر كثير مثلا. بدنا ننتبه شوي لموضوع الوقت، ننتبه انه يفضل تليفون صغير قبل ما نزور الشخص، نعطيه بس خبر انه احنا جايين. واليوم زياده مثل ما تفضلتي مع موضوع الكورونا صار في شويه قيود زياده لازم نتبعها او لازم ننتبه لها. موضوع الاعداد يعني مو بالضروره اذا احنا رايحين نعايد على حدا تروح العيله كلها، ممكن نكتفي بالاب والام فقط مثلا. الاطفال بالنهايه يعني ما عليهم عتب او لوم اذا ما راحوا زاروا بعض الاشخاص، ففينا نختصر شوي العدد. مده الزياره كمان نراعيها شوي، يعني ما تتجاوز النص ساعه سواء بكورونا او بغير كورونا. هلا زياده مع موضوع الكورونا لازم ننتبه اكثر لهذا الموضوع، ننتبه انه موضوع العناق، التقبيل، هالقصص هي كلها حراره السلام، يعني شوي كمان نخففها لامور اكيد صحيه يعني بالنهايه لسلامه الجميع. كثير من الاخطاء بتقع بفتره العيد بالعائلات مثلا، يعني من اهمها انه الواحد مثلا لازم بيته يكون مرتب، يكون نظيف، يعني باي وقت مثلا في عالم مثل ما حكينا هلا انه ما بيتصلوا فجاه بيدقوا الباب جايين يعايدوا عليك. خلينا نحكي عن هذا الموضوع كمان، خلينا نحكي مثلا الواحد لازم يكون بفتره العيد طول يعني طيله اليوم مثلا يكون لابس، ما بصير انه بملابس النوم يستقبل حدا او هيك. خلينا نحكي عن هي الاخطاء الشائعه اللي عم تقع بالعائلات. تمام، هلا هي بحكم العاده تعودناها هي القصه انه نحن صرنا الواحد بفتح عيونه بلاقي الضيوف، اساسا بفتح عيونه على جاي ضيوف، فصرنا صار لازم الواحد يكون مثل ما تفضلتي جاهز كبيت، جاهز هو كشخص، كلباس، كاستعداد ليستقبل الضيافه بتلاقيها على طول جاهزه. حتى اليوم صرنا نشوف هيك جست حلو او ظريف من بعض البيوت انه تلاقي الطاوله ممدوده وجاهزه، يعني طاوله الضيافه حتى انه ممدوده وجاهزه، مجرد ما اجى اي ضيف من جاهزين فورا. زايد عليها المعقمات. تمام، زايد عليها المعقمات، هي صارت اساسيه كمان. فبتلاقي يعني صرنا شوي مع العاده صرنا نعرف شو طبيعه هالقصص اللي عم نوقع فيها او هالشغلات، فصرنا نتجنبها او نقدر نتعامل معها. نعم استاذ فراس، يعني مثل ما قالت سمر في اخطاء كثير شائعه ممكن نلاحظها نحن حتى بمجتمعاتنا الصغيره، يعني فخلينا نحكي شوي بعض النصائح لكل العالم بما يخص المواعيد، التوقيت المناسب اللي كثير ناس بتوقع بغلط فيه ان كان اجتماعي مهني او حتى شخصي. خلينا نحكي هيك بعض النصائح لحتى العالم فعلا ممكن تستفيد منها. موضوع التوقيت هو اللي اكثر شيء عم نركز عليه لانه هو اللي اكثر مشكله عم تكون موجوده او عم نعاني منها. التوقيت كيف الواحد يعرف التوقيت المناسب حتى اذا بده مثلا مثل ما قلنا انه مهني شخصي، حتى لو كان شيء شخصي له، كيف يعرف انه وقت مناسب حتى يقدر يعايد او ممكن يفتح موضوع او يزور؟ هي مجرد ما بلشنا الزياره باتصال هاتفي قدرنا نتجنب هي المشكله. يعني قبل ما اجي زور حدا اتصلت فيه انه انا حابب جاي اجي عايدك مثلا، حابب زورك، هون لحاله رح يعطيني مثلا الساعه الفلانيه. هلا ممكن يكون عندي ضيوف كمان، احيانا عم تلاقي بتروحي عند حدا لتعايديه بتلاقي البيت مليان وتمرق فترات البيت فاضي، فهو بصير بيعرف حاله بينظم مثل خلينا نقول برنامج مواعيد يعني او برنامج معايدات. ممكن قبل بوقت لما مجرد ما اتصلنا صار في ترتيب مسبق لهي المعايده، هذا كاجتماعيا. مهنيا مثل ما قلنا بالبدايه كثير بدنا نركز، يعني بدنا نركز اكثر. نعم. بدنا نصير نهتم اكثر بالتفاصيل لانه موضوع مهني، وغالبا المعايدات المهنيه عم تكون بعد العيد، يعني بعد ما تخلص العطله ويرجعوا العالم للدوام، فعم تكون المعايده خلال الدوام، يعني بروح بزوره بمكتبه، كونه هي علاقه مهنيه بالاساس، علاقه بزنس، فعم تكون زيارة ضمن المكتب. هلا هون كمان ضروري ننبه لقصة انه ما كثير تمد معنى موضوع المعايدة، يعني بتلاقي نحن هلا مثلا بشهر 5 بتلاقي هو شهر العيد، هو العيد كله 3 ايام. تمام. ممكن يسحب معنا يومين مثلا نكمل الاسبوع اوكي، بس نحن يعني صاير فينا عم يمد للشهر كله.
خلينا نحكي اكثر كيف بدنا نعلم اطفالنا اداب الزياره بفتره العيد مثلا. في مثل كثير من الامهات بيتركوا اولادهم على راحتهم، شو ما بدهم ياكلوا شو ما بدهم يعملوا هنا مثلا ببيوت العالم. خلينا نحكي هاي النقطه قد ايه مهمه وقد ايه اصلا اللي انت رايح لعندهم بينحرجوا مثلا يقولوا لطفلك انه خلي يقعد لا يتحرك لا يدقر لا يوسخ البيت. خلينا نحكي عن هاي التعاليم والاداب. هلا هون عم تكون المعاناه الاكبر من المضيف، يعني اللي عم يستقبل الضيوف. عم تعاني ست البيت مثلا، انا لما اجاني ضيوف ومعهم اطفال، طب انا ضيفهم ولا ما ضيفهم؟ بدي ضيفهم بده يشتغل مثل ما تفضلتي التوصيخ او الكب او الهي، بنفس الوقت ما فيني ما ضيفهم. تمام. هون بترجع لام هدول الاطفال. انت من البدايه ريحي اللي المضيفه، ريحي اللي عم تزوريها، مثلا بياكلوا معي، ما بيشربوا عصير، ما كذا. نختصر لانه مسبقا لازم تكوني مجهزه الاطفال انه بس نروح لعن زيارات مثلا ما تعمل هيك، ما يعني نعطيهم الشروط قبل بوقت. وهذا الشيء نحن يعني بننصح فيه الامهات بعيد وغير عيد، انه التعامل مع الاطفال هيك يكون ضمن اتفاقيات مسبقه، ضمن شروط مسبقه، لانه الطفل بس نبهتيه او وجهتيه لقواعد معينه فهو رح يلتزم فيها بالنهايه. نعم. فهي الشروط او القواعد نعطيها قبل الزياره بيريحنا وبيريح حتى المضيف. حتى بالنسبة ل يمكن آداب العزايم مثل ما بيقولوا هلا، كمان ممكن العائلة المقربة كثير بتعرف هاي المناسبة بعد فترة حجر منزلي ممكن تكون فرصة انه يشوفوا بعضهم. كمان احكي لنا سريعا عن هي الآداب اللي ممكن انه تلتزم فيها كل عائلة. هو بدنا نخلي ببالنا دائما انه هي زيارة عيد. المعايدة بسيطة جدا، وقتها قصير جدا، وهذا الشيء اللي ما عم نراعيه أبدا بصراحة بالمجتمع، إنه وقت الزيارة بده يكون لا يتجاوز النص ساعة. تمام. نحن مثل ما تفضلتي بالذات هلا مع موضوع الحجر لقوها فرصة، إنه فرصة يلا نروح نقضي نهار. لا، مو موضوع نقضي نهار، هي زيارة بسيطة، معايدة كل عام وأنتم بخير، ممكن الضيافة خفيفة اللي هي ضيافة العيد وفقط. نحن لا، بتمد مع فنجان قهوة مع شاي مع الفواكه مع كذا، لا هي مجرد ضيافة العيد وبكفي، يعني لأنه هي معايدة. الزيارات ممكن تجي قبل ممكن تجي بعد هذيك الزيارات تانية. لهيك حتى هي إذا بدنا نرجع لقصة الأطفال، حتى هي لازم تكون ممهدة ومتفق عليها مع الطفل، إنه بهي الزيارة مثلا هي زيارة معايدة، زيارة بسيطة ورايحين، مو قاعدين نتأخر، مو خرج لعب هلأ، مو خرج كثير ناخذ راحتنا. اكيد متشكرك كثير، متشكر معلوماتك القيمه. هلا اكيد كل اللي سمعنا اليوم اكيد يستفاد منا النصائح القيمه. متشكرك وينعاد عليك بالخير والسعاده. سلمي وانتم بالف خير. شكرا لوجودك معنا استاذ فراس ولكل المعلومات اللي اعطيتنا اياها، وان شاء الله هيك كل العيال السوريه شوي تتخلى عن هي العادات القديمه وفعلا تلتزم، لانه لسه الكورونا ما خلص ولازم نكون شوي اكثر عندنا هالوعي للقصص اللي عم تصير. شكرا لك. شكرا لك، عمتوا بخير.